مولين الشوها وبلادنا نهبتوها بلادنا نهبتوها وبلادنا الشوها يا نظام الشوها والمعيشة غليتوها المعيشة غليتوها وخيرتنا عربتوها خيرتنا عربتوها واك واك وجماهير جماهير 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 وتحية للجماهير تحية للجماهير يا نظام البيطاله ويا نظام العطله ويا نظام العطله وباعونا الشركات باعونا الشركات بلا حقوق لا ضمانات بلا حقوق لا ضمانات وجماهير جماهير 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 وتحيه للجماهير وتحيه للجماهير احنا جينا في هذا اليوم هذا للتعبير عن تذمرنا وسخطنا من ارتفاع الأسعار الذي يعرفه المغرب، لأن هذا ارتفاع الأسعار هذا وهذا التضخم الذي نعيشه رغم التبريرات التي تقدمها الحكومة، هذا ارتفاع الأسعار هو نتيجة طبيعية لفشل كل السياسات الفلاحية التي نهجها المغرب منذ الاستقلال. منذ 6 سنة لم يستطع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، لم يستطع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، رغم أننا نتوفر على الآلاف والآلاف من الكيلومترات من البحار. لا يعقل أن الهند فيها 1400 مليون مواطن استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح وعلما أن الهند أيضا تصدر القمح، في حين أن المغرب لم يستطع أن يحقق اكتفاء ذاتي من القمح رغم أن المغرب لا يتجاوز عدد سكانه 35 مليون. إذا هنا سؤال كبير يطرح، هذه السياسات الفلاحية التي نهجها المغرب لم تستطع أن تحقق الاكتفاء الذاتي للمواطن في المجال الغذائي، لذلك يجب إعادة النظر في هذه السياسات الغذائية في هذه السياسات الفلاحية التي الآن هذا المخطط الأخضر هو الحقيقة هو مخطط أسود الذي اعتمد على الزراعة التصديرية. المغرب الآن ينتج أفوكا وفريسا وغير ذلك، وهذه الزراعات هي هذه هي تستنزف المياه. تنجح في الامتحانات باش تنجح في الامتحانات باش تنجح في الامتحانات باش تنجح في الامتحانات خصك جوج إجازات خصك جوج إجازات وخصك جوج إجازات وخصك جوج إجازات وزيد عليها شهادة زيد عليها شهادة وزيد عليها شهادة وزيد عليها شهادة وتجيبها من كندا وتجيبها من كندا ويكون باك عنده الفلوس ويكون باك عنده الفلوس وتنجح بلا دروس وتنجح بلا دروس اليوم اللي في ساحة الأمم بطنجة هي واحدة من أكثر من 60 وقفة احتجاجية عبر تراب الوطن اللي دعت لها الجبهة الاجتماعية احتجاجا على القهر الاجتماعي احتجاجا على غلاء الإسعار احتجاجا على القمع ومن أجل التأكيد على الغضب الشعبي العارم على الارتفاع الصاروخي ديال الأسعار وغياب أي حلول اجتماعية حقيقية لحماية القدرة الشرائية ديال المواطنين. هذه الصرخة ديال الشعب المغربي عبر ربوع الوطن من أجل مطالبة هذه الحكومة التي تدعي أنها حكومة اجتماعية من أجل إجراءات اجتماعية في صالح ديال الطبقة العاملة في صالح ديال أغلبية الجماهير الشعبية المكتوية اليوم بغلاء ديال حتى المواد الاستهلاكية الأساسية، غلاء ديال الخضار، غلاء ديال الفواكه، غلاء استمرار ديال غلاء ديال المحروقات اللي ما عندوش ما يبرروه إلا جشع ديال المواطن. هذه صرخة ديال الساكنة ديال مدينة طنجة اللي كتنضاف لكل الصرخات، لأجل نقول كفى الاستمرار ديال الغلاء ديال المعيشة، كفى ديال القهر الاجتماعي، كفى القمع، ومن أجل إطلاق ديال سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. امتحانات باش تنجح في الامتحانات خاصك جوج إجازات خاصك جوج إجازات خاصك جوج إجازات خاصك جوج إجازات وزيد عليهم شهادة وزيد عليهم شهادة وزيد عليهم شهادة وزيد عليهم شهادة هذا الارتفاع الفاحش للأسعار والذي يهدد الأمن الغذائي ويهدد بانهيار القدرة الشرائية، وكل الشروط كتبين بأن
هذه السياسه ديال التفقير هي اختيار للحكومه، هذه الحكومه هذه، فرغم مجموعه ديال الوقفات والتنظيمات والمسيرات والاحتجاجات، كنلقاو بان الرد ديال الحكومه هو المزيد من قمع الحريات، المزيد من اصدار الاحكام الجائره وتلفيق التهم وقمع الحركات الاحتجاجيه، الشيء اللي كيدل على ان هذه الموجه ديال ارتفاع الاسعار مؤهله باستمرار، وهي كذلك مؤهله للتصعيد في ظل هذا النظام ديال قمع الحريات واسكات الاصوات. ورغم ذلك ان المواطنين ديالنا جميعنا لا بديل لها عن الاستمرار في النظام، لان هذا الاستمرار في ارتفاع الاسعار لا يمس فقط القوت اليومي للمواطنين، ولكن كيمس الكرامه الكرامه الانسانيه ديالهم، وكيمس ايضا الكرامه الوطنيه.